والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد البدء أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام دين السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن أبدأ في مداخلتي هاته يودي أن أتقدم بتشكرات خالصة إلى جامعة السلطان مولاي سليمان بالمملكة المغربية الشقيقة على أولا على تنظيمها لمثل هذه الملتقيات أو لتنظيمها لهذا الملتقى الهام والهام جدا والذي يمس موضوعا والمتعلق بالمالية الإسلامية وما أحوجنا إلى مثل هذه الملتقيات وما أحوجنا إلى تطبيق المالية الإسلامية. كما أشكر كذلك القائمين على هذا الملتقى وأخص بالذكر الدكتور جمال ستيري والفريق المعاون له على حسن استقبالهم وعلى رحابة صدرهم وعلى بشاشتهم شاكرين لهم هذا المجهود ونسأل الله تعالى أن يوفقهم في أعمال في تنظيم ملتقيات أخرى في هذا الشأن. مداخلتي معنونة في الحقيقة دور البنك الإسلامي للتنمية في تمويل التنمية في إفريقيا وأخذت الإموة نموذجا. لقد تفضل الدكتور الذي سبقني من قبل إلى تناول جميع حيثيات هذا الموضوع والإسهامات البنك التنمية أو البنك الإسلامي للتنمية في تحقيق التنمية في إفريقيا بصفة عامة، وأنا سأركز فقط على الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا أخذته كنموذجا. نعلم أن التنمية الاقتصادية في الحقيقة هي هدف تسعى كل دولة إلى تحقيقه، إذ أن من أهداف السياسة الاقتصادية الكلية هو تحقيق النمو الاقتصادي ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية. والتنمية الاقتصادية إذن هدف منشود من قبل كل الدول، ولكن السياسات الاقتصادية الكلية ستصبح عاجزة إذا لم يكن هناك موارد مالية، لأن تحقيق التنمية يجب أن تكون هناك موارد مالية لتحقيق التنمية، أي من أجل إقامة المشاريع الاستثمارية في البنى التحتية، الاستثمار في التعليم، الاستثمار في الصحة، الاستثمار في النقل، كل هذه القطاعات تحتاج إلى تمويل. فبالتالي التنمية هي مرتبطة أساسا بمقدرة الدولة على تعبئة الموارد المحلية. إذا البنك الإسلامي للتنمية هو هدفه تحقيق التنمية الاقتصادية في دول الأعضاء وكباقي المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. نعلم أن الدول النامية في حقيقة الأمر هي دول تتميز بانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية، وهذا راجع إلى انخفاض الموارد المالية المحلية. فبالتالي الإشكال الرئيس الذي تعاني منه الدول النامية هو نقص الموارد المالية، فبالتالي لم تكن هناك تنمية اقتصادية بالرغم من الجهود التي تقوم بها الدول، لكن العائق الوحيد هو الموارد المالية المحلية. ويعتبر الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا من بين الدول النامية، فبالتالي هو يعرف نقص في التنمية الاقتصادية. لذا عنونت إشكاليتي إلى أي مدى يمكن أن يساهم البنك الإسلامي للتنمية في تحقيق التنمية في دول غرب إفريقيا، أو بمعنى آخر هل ساهم البنك الإسلامي للتنمية في تحقيق التنمية في دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا؟ أهمية هذا البحث سيستمد أهميته أولا الأزمة المالية الأخيرة التي عصفت بالاقتصادات الدول المتقدمة، ولا سيما الأزمة المالية لسنة 2008 هي أزمة الرهن العقاري، ما جعل بالدول المتقدمة تتبنى المعدل الصفري. هنا أفتح قوس هنا، لماذا هذه الدول اعتمدت على مبدأ جوهري هو الإسلامي الذي يقوم على عدم
استعمال الربا في عملية التمويل. لماذا قامت هذه الدول باعتماد، هناك بعض الدول من اعتمدت على معدل الفائدة الصفري، أي أنهم اقتنعوا أن المالية الإسلامية هي المالية الأصلح للأنظمة الاقتصادية. لكن الإشكال المطروح اليوم في الدول الإسلامية هي لماذا لم تعتمد هذه الدول هذه المالية الإسلامية؟ هنا سؤال كبير يطرح، لماذا الدول الإسلامية بالرغم من أنها تعرف أن المالية الإسلامية هي المالية الأنجع، لكن هذه الدول لم تعتمدها؟ وهذا راجع إلى أعتقد أنه قصور في التنظير أو عدم وجود إرادة سياسية. نلاحظ أن الغرب يسوقون لأفكارهم ولأنظمتهم بالرغم من أنها أنظمة خاطئة وأن التاريخ أثبت عجز هذه الأنظمة. نعطي مثال، النظام الاشتراكي الذي دافع عنه كارل ماركس. هناك العديد من الدول النامية من اعتمدت هذا النظام، لكن أثبت التاريخ أن النظام الاشتراكي نظام فاشل، وقد انهار النظام الاشتراكي في نهاية القرن الماضي. في حين نلاحظ أن الدول الرأسمالية والمنظرين أو المفكرين الرأسماليين كانوا يدافعون على النظام الرأسمالي. وأذكر أعطي مثال هنا في هذا الموضوع، هو المفكر الأمريكي الأصلي ياباني فرانسيس فوكوياما عندما تناول نهاية التاريخ وكتب مقال عنوانه بنهاية التاريخ سنة 1989، وهذا المقال أراد به أن يبين أن النظام الرأسمالي هو النظام الأصلح للبشرية. بعد ذلك ألف كتاب سماه بنهاية التاريخ والإنسان الأخير، وروج إلى أن النظام الرأسمالي هو النظام الذي سيسود العالم وهو النظام الذي سيسود العالم. لكن الإشكال في الدول الإسلامية أنها لم تطبق النظام الإسلامي. لو رجعنا كذلك إلى فكرة كارل ماركس الذي يقول أن المجتمعات الإنسانية تقوم على وحدة الأقدار وصراعها، وأن كل مجتمع يقوم على أن النقيض. كان من المفترض أن الأنظمة الإسلامية تأخذ بالصيرورة التاريخية، بما أن النظام الاشتراكي أثبت التاريخ فشله، كذلك النظام الرأسمالي أثبت التاريخ فشله بعد الأزمات التي تعرض لها، وليست أزمة واحدة. لكن السؤال، لماذا لم تعتمد الدول الإسلامية النظام الإسلامي؟ كذلك الأهمية الأخرى هو الصعوبات التي تواجهها الدول الإفريقية في الحصول على التمويل من المؤسسات المالية الدولية. تعرفون أن التمويل من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هو تمويل المشروع. هناك شروط يجب على الدولة التي ترغب في الحصول على القروض يجب تطبيقها، وهذا ما حدث في الجزائر في بداية التسعينات عندما الجزائر عرفت أزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية. تدخلت المؤسسات المالية الدولية من أجل إقراض الجزائر، لكن بشروط، وهذه شروط معروفة. وقد تكلم في هذا الأمر أو قام بنقد صندوق النقد الدولي جوزيف ستيجلتيز عندما تناول أو كتب موضوع حول أوهام صندوق النقد الدولي، وقال أن هناك أهداف خفية لهذا الصندوق وليس هدفه تحقيق التنمية في الدول النامية. إذن نهدف من خلال هذه الورقة هو إبراز دور الصرافة الإسلامية في تمويل التنمية من جهة، والأساليب التمويلية التي يعتمدها البنك الإسلامي للتنمية في تمويل التنمية في الدول الاتحاد الاقتصادي والنقد لغرب افريقيا. ولهذا قسمت مداخلتي الى ثلاثه محاور، حيث ساتناول في المحور الاول ما هي البنك الاسلامي للتنميه الماهيه والاهداف، المحور الثاني ساتناول اساليب تمويل التنميه، وفي المحور الاخير ساقوم بتقييم تجربه البنك الاسلامي للتنميه، هل نجحت هذا التمويل في إحقاق التنمية في دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا. بالنسبة للمحور الأول، البنك الإسلامي للتنمية الماهية والأهداف، في الحقيقة سبقني الزملاء عندما تناولوا مفهوم هذا البنك باختصار أن هذا البنك تم إنشاؤه بموجب اتفاق جدة سنة 1974، وهدفه الرئيس هو تحقيق التنمية الإجتماعية.
اجتماعية في دول الأعضاء. بالنسبة للهيكل التنظيمي يتكون من ثلاث مؤسسات رئيسية، وهي اللجان الرئيسية هي مجلس المحافظين، مجلس المدراء التنفيذيين، والرئيس. كذلك الموارد، البنك يتحصل البنك موارده من حصص دول الأعضاء، من الاقتراء من القروض، أي الاقتراء من الأسواق المالية، وذلك بطرح أسهم وطرح سندات مطابقة للشريعة الإسلامية عن طريق الودائع للبنك إلى آخره. أما البرامج التي يقوم بتمويل هذا البنك، يقوم بتمويل البرامج للمشروعات والبرامج التنموية، وكذلك يقدم المساعدات الفنية لدول الأعضاء. شروط الانضمام لهذا البنك، لكي تنضم الدولة للبنك الإسلامي للتنمية، يجب أن تكون عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي. إذا لم تكن عضو فإن البنك لا يقبل عضوية هذه الدولة. هنا كذلك يطرح سؤال، لماذا البنك الإسلامي لا يقبل عضوية الدول الأخرى؟ لماذا الدول الرأسمالية عندما أنشأت صندوق النقد الدولي كان فتحت الباب لكل الدول سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية؟ مفروض أن نحن الإسلام عندنا نظرة شمولية، لأن الإسلام جاء لكل كافة أنحاء الكرة الأرضية، ولم يكن مقصورا على الجزيرة العربية. مفروض البنك الإسلامي للتنمية يكون منفتحا. هذا أول نقد يمكنني أن أوجهه لهذا البنك. المفروض أن البنك يقبل عضوية كل الدول التي ترغب في الانضمام، وهذا لكي يتسنى له تعبئة الموارد من جهة، وكذلك لكي يتسنى له نشر النشر المالية الإسلامية في الدول، لأن عضوية الدول غير المسلمة يجب أن تتقيد بتطبيق المالية الإسلامية، وعندما تكون منضمة فمن ثم يمكن للبنك الإسلامي للتنمية أن يساهم في تعميم المعاملات المالية الإسلامية، بالرغم أن هدف البنك كرؤية لسنة 2020 أن يكون هذا البنك عالمي الطراز. لن يكون هذا البنك عالمي الطراز، نعم، لكي لن يكون هذا إلا إذا فتح عضوية الدول الأخرى أن تكون لها الحق في الانضمام. كذلك أثناء مقارنتي بالبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي، وجدت في حقيقة الأمر أن في اتفاقية تأسيس لكلا البنكين تقريب نفس الهيكل التنظيمي، نفس مثلا البرامج التي يعتمد عليها إلى آخره، ما عدا أن البنك الإسلامي للتنمية يعتمد على صيغ التمويل الإسلامية على عكس صندوق النقد الدولي، أي أن الذين قاموا بإنشاء هذا البنك أعتقد أنهم اعتمدوا كليا على منهجية صندوق النقد الدولي في تأسيس هذا البنك. هذه ملاحظتي فيما يخص الجانب البنك الإسلامي للتنمية من حيث الهيكل التنظيمي. المحور الثاني سأحاول أن أتناول فيه أساليب تمويل التنمية. وتعرفون أن التنمية أو التمويل هو الحصول الدولة أو الأفراد على الأموال من أصحاب العجلة، أو تحويل الأموال من أصحاب العجل إلى أصحاب الفائض، والتمويل ينقسم إلى قسمين، هناك تمويل محلي وهناك تمويل دولي. ونعرف أن الدول لا تلجأ إلى التمويل إلا إذا كان هناك نقص في الموارد المالية المحلية. ومن أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض الموارد المالية المحلية في الدول النامية هو انخفاض المدخرات المحلية من جهة، كذلك سوء تنفيذ البرامج التنموية. هناك العديد من البرامج التنموية تقوم بها الدول، لكن هذه البرامج هي برامج فاشلة.
أما المحور سأختصر، السيد الرئيس أشار إلى أن الوقت انتهى. بالنسبة للمحور الأخير هو تقييم تجربة البنك الإسلامي للتنمية في تمويل الاتحاد الاقتصادي النقدي والغربي، الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا. هذا الاتحاد أنشئ سنة 1994، يتضمن 8 دول هي البنين، كوت ديفوار، السنغال، مالي، النيجر إلى آخره. هدف هذه الدول هو تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء. بالنسبة للبنك الإسلامي للتنمية مول في الحقيقة حقيقة الأمر العديد من المشاريع، سواء كانت مشاريع تمس البنى التحتية أو مشاريع تمس التجارة أو المساعدات الفنية. لكن ما وجدت أن خلال دراستي لهذا التمويل أن التمويل من خلال سنة 1976 إلى غاية 2016 النصيب الأكبر من الاعتمادات المالية المخصصة التي وجهت إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا كانت تخص قطاع التجارة، حيث استحوذ قطاع التجارة على 34%، على عكس قطاع البنى التحتية الذي تحصل فقط على 10%. كان من المفروض أن على البنك الإسلامي للتنمية أن يخصص الجزء الأكبر للتمويل للقطاع البناء التحتية. بالرغم من أنه نعم قام بتمويل بعض المشاريع في التعليم، في الصحة، إلى غير ذلك، إلا أن هذا التمويل لا يعد كافيا. لو قارنا التمويل المخصص لدول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا مع الاعتمادات التي تم تخصيصها مثلا لتركيا أو أندونيسيا، سنجد أن هذه الاعتمادات مرتفعة. إذا بالنسبة للخلاصة التي خلصت إليها أن في الحقيقة أن البنك الإسلامي للتنمية لم يستطع تحقيق التنمية في هذه الدول، لأن لو حقق التنمية كان يجب أن نقارن بين المؤشرات التنمية البشرية، التعليم، الصحة، والنقل، غير ذلك، حيث نلاحظ أن هذه الدول تتزين الترتيب في مؤشرات التنمية البشرية. فبالتالي نقول أن هذا البنك لم يستطع، بالرغم من المجهودات، بالرغم من التوجهات أو الاعتمادات المخصصة، إلا أنه لم يستطع تحقيق الهدف المرجو. فبالتالي ولذا توصلت إلى عدة نتائج. النتيجة الأولى أن البنك وجه النصيب الأكبر إلى التجارة على عكس القطاعات الحيوية. كذلك وجدت أن انخفاض المؤشرات التنموية في هذه الدول كانخفاض مستوى أو انتشار البطالة، كذلك ارتفاع مستوى الأمية، كذلك تدهور الجانب الصحي في هذه الدول. ولتفادي هذه النقائص أقترح بعض التوصيات. أولا، يجب على البنك الإسلامي للتنمية أولا أن يوجه الاعتمادات المالية للقطاعات أولا الحيوية وللقطاعات التي تحقق قيمة مضافة للدولة، لكي تمكنها فيما بعد ذلك استخدام هذه القيمة المضافة أو استخدام هذا الناتج في القطاعات الأخرى لكي تقوم بالإقلاع الاقتصادي. كذلك النقطة الثانية أو التوصية الأخرى، يجب على البنك الإسلامي للتنمية أن يفتح عضوية الدول الراغبة في الانضمام إليه من غير الدول الإسلامية، وهذا من أجل رفع رأس مال البنك. الاقتراح الثالث، يجب أن يعمل البنك على استقطاب رؤوس الأموال خاصة المسلمة المستثمرة في الدول الأجنبية، حيث نلاحظ أن هناك رؤوس أموال كبيرة مستثمرة من طرف دول الخارج في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. نأمل أن يعمل أو يسعى البنك الإسلامي للتنمية أن يستقطب هذه رؤوس الأموال للبنك لكي يستطيع أن يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. معذرة سيد الرئيس، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.